بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. السيد رئيس الأمور المحترم، السيد رئيس الكل الابتدائي والامتيازات، السيد وكيل بلدية، السيد النقيب، السيد القائد الجهوي للدرك الملكي بتازا، السيد القائد الجهوي للأمن الوطني بتازا، السادة المستشارون، السادة النواب وكيل العام الملك، السادة النواب وكيل الملك، السادة موظف وأطر كتابة الضبط، أيها الحضور الكريم، أيها المجتمع المدني، يسعدني أن أكون مشاركا في هذا الحفل البهيج من ضمن كريم بعض الفرضات والموظفين محالين للتقاعد. وبهذه المناسبة ألقي كلمة لأختزل فيها ما يجب أن يقال في حق محتفالي. بداية أقدم خالص الشكر والامتنان لكل من ساهم في إعداد هذا الحفل الذي يعتبر سنة حميدة ذهبت عليها المحاكم المغربية لتكريم أبنائها. واليوم نلتقي في هذه الأجواء الاحتفالية بحضور فعاليات من منظومة العدالة، قضاة ومحامين ومصالح الأمن والضرب الملكي وموظفين وخطر كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة وشخصيات أخرى. لكن دل هذا عن شيء، إنما يدل على التضامن والتآزر والعلاقة الوطيدة بين هذه المؤمنات. نكرم اليوم الأساتذة عبد الله العشوش المستشار السابق لهذه المحكمة، الأستاذ أبو بكر ولادة هامية النائب الأول للوكيل العام للملك بهذه النيابة العامة، والسيد عزوز الصولون مدير القضائي، والسيد علان العلوي كاتب الضبط، والسيد محمد العرج كاتب الضبط بكتابة النيابة العامة، والسيد الحاج عبد الرحيم طريبق رجل الأمن الملحق بهذه المحكمة. الأستاذ أبو بكر ولادة هامية سبق له العمل بالمحكمة الابتدائية بفاس كقاضي نائب سنة 1984، ثم بالمحكمة الابتدائية بتازة كنائب لوكيل الملك بنقطة استهلة سنة 1986، وقاضيا مقيما بنفس المركز فوكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بثمان، ثم بنفس الصفة بالمحكمة الابتدائية بسبرو إلى حدود سنة 2006. تاريخ تعيينه كنائب لوكيل العام الملك بهذه المحكمة والتي عمل بها إلى أن أقيم على التقاعد بتاريخ 30/12/2022. وبخصوص الأستاذ عبد الله العشوش، بدوره عمل لعدة محاكم في المملكة آخرها هذه المحكمة التي عمل بها استشار إلى أن أقيم على التقاعد، وقد جمع خلال مشواره المهني بين الحسنيين قضاء النيابة العامة وقضاء الحكم. القاضيين المذكورين قضيا في خدمة المحاكم المغربية مدة تقرب من 40 سنة، وخلال هذه المدة وطيلة مشوارهم المهني تميز حسن ما بلغ إلى هذا، وطيلة المدة القصيرة التي عايشناهم فيها بحسن تعاملهم والكلمة الطيبة، وبذلك لا محالة أنهم تركوا بصمات مشهود لهم بها بالمحاكم التي عملوا بها. كما لا يفوتني بهذه المناسبة أن أقدم خالص الشكر والامتنان للموظفين المحتفى بهم السيد عزيز الصورو والسيد علان العلوي والسيد محمد العرج والسيد الحاج عبد الرحيم طريبق على الخدمات الجميلة التي قدموها وأسروها لهذه المحكمة. السيد محمد العرج عمل بهذه النيابة العامة منذ ما يزيد عن 30 سنة، وأيضا السيد الحاج عبد الرحيم طريبق عمل بهذه النيابة العامة كرجل أمن، فكان معا مثالا للوفاء والأمانة، وقد لامسنا ذلك عن قرب رغم المدة القصيرة التي
عمل بها إلى جانبي وكان رجلين خلوقين مخلصين لمهنتهما مطابرين في أداء مهامهما وهما نموذج من النماذج التي تعمل بجد. كما لا يفوتني أيضا في هذه المناسبة أيضا أن تتقدم بشكر جزيل للسيد عز الصول للسيد عبد العالم عرفانا للخدمات الجديدة التي أسداها لمنظومة العدالة رغم مشواره المهني بكتابة الضبط، ولا شك أن سجلات هذه المحكمة لخير مشاهدين على ذلك. وفي الأخير أقدم هذه الفرصة لأعبر للأشخاص المكتفى بهم عن تقديري للخدمات الجديدة التي قدموها لصالح منظومة العدالة، وأشكرهم على ما بذلوه من مجهودات طيلة مصالحهم المهني، راجيا من العلي القدير المديم عليه الصحة والعافية. وأجدد في الأخير شكري لكل من ساهم في إعداد هذا الحفل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.